بقى معاكم لحكايه تانية، وهي عن ابرز صفقه ممكن ان هي تتم خلال الفتره اللي جايه دي، ميسي والهلال السعودي. هي الحكايه بالظبط، يمكن امبارح كلنا اتفاجئنا وفاجئتنا وكاله الانباء الفرنسيه بخبر عن موافقه ميسي ان هو ينتقل لنادي الهلال السعودي، وده بعد عدم توصله الاتفاق مع نادي باريس سان جيرمان، والعقد ما بين الطرفين ما بين باريس سان جيرمان وميسي بينتهي في شهر يونيو اللي جاي. وكاله الانباء الفرنسيه نقلت المعلومه دي وفقا لمصدر سعودي مطلع على الصفقه وعلى المفاوضات الجاريه دلوقتي ما بين الهلال وما بين ميسي، وقالت ان ميسي ادى كلمته ووافق فعلا ان هو ينتقل للنادي السعودي. ومن ناحيه ثانيه اكدت بعض التقارير الصحفيه ان الهلال السعودي رصد مبلغ 400 مليون يورو كراتب سنوي عشان يتعاقد مع ميسي في الفتره اللي جايه دي. طبعا ده رقم كبير جدا، وهو يمكن ممكن نقول ان هو الاكبر في تاريخ كره القدم، واكيد الرقم ده ممكن يخلي ميسي ان هو يفكر ان هو فعلا ينتقل للدوري السعودي. وبعد بقى ما بدات كل وسائل الاعلام ان هي تتكلم عن انتقال ميسي للهلال السعودي، اصدر والد ميسي خارخي ميسي بيان واكد فيه ان ابنه لغايه دلوقتي لم يتوصل لاتفاق مع اي نادي في الفتره الحاليه، وان اللاعب لسه مستني لغايه ما ينتهي عقده الجاري طبعا عشان يقدر ان هو يحسم الامور. وقال كمان ليونيل ميسي هيقرر مستقبله مع نهايه الموسم الجاري، ولسه ما اتفقناش مع اي نادي حتى وقتنا هذا. طبعا يعني اكيد كل شيء وارد في الفتره اللي جايه دي، ممكن جدا فعلا ان احنا نشوف ميسي في الهلال السعودي، وممكن برضو نشوفه بيرجع مره تانيه لبرشلونه.